الحمد لله، كما نقولوا اول شيء هو ما خسرناش مباراه، وفقنا ربي وين درنا تعادل، درنا اللي علينا الحمد لله. كامل اللي جوار شم خوتيك وكما يلزم الحال، وهذه كما قلت انت لا باس ديسيسيف اللي درتها والدور تاعي اللي درته كان كل شيء على كما نقولوا واش طلب مني الكوتش، والحمد لله هذا توفيق من عند ربي سبحانه، وان شاء الله المزيد.